الإصلاح الذي ينبغي أن يسبقه صلاح. ففي حديث الغرباء ذكر صفتين: الذين يصلحون عند فساد الناس، إشارة إلى الصلاح الذاتي، وإشارة إلى إصلاح الغير، الذين يصلحون ما أفسد الناس، أي أنه لا إصلاح إلا بعد أن يتقدمه صلاح على مستوى المفاهيم والتصورات وعلى مستوى الممارسة والسلوك في بناء الإنسان وتوضيد العمران وتسخير الأكوان ونهضة الأوطان وتعايش الأديان. إن الإصلاح الذي ننشده وتنشدونه سنة من سنن الله في الخلق وسنة من سنن الله في الأمر، وهو يقوم وفق السنن الإلهية الربانية التي لا تحابي أحداً، من رعاها رعته، ومن ضيعها ضيعته، ومن حفظها حفظته. من لم يبادر بالإصلاح سيبادره الإصلاح. الإصلاح لا بد له أولاً من قاعدة متينة، أنه يقوم على إرادة التغيير وإدارة التغيير. أصدقها حارث وهمام، همام إشارة إلى إرادة التغيير، وحارث إشارة إلى إرادة التغيير. إدارة التغيير تنبني على إرادة التغيير، وإرادة التغيير تحتاج إلى إدارة تترجمه إلى برامج ومشاريع تنعكس على الواقع وتتنزل عليه تنزلاً يراعي التدرج والحكمة والمرحلية وترتيب الأسبقيات. الدائرة الثانية في الإصلاح أنه إصلاح وفق فقه الممكن والمقدور والمستطاع والمتاح، كما قال خطيب الأنبياء شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هناك فقه الأمثل والممكن والذي نطمح إليه، وهنالك فقه الممكن والمقدور والمستطاع. بين فقه العزيمة وفقه الرخصة ما يتناسب مع طبيعة البيئات، وأحسب أننا نؤصل لهذا الفقه الذي ينطلق من أن الخير في بني الإنسان مركوز في هذه الفطرة البشرية، كما قال خطيب الأنبياء شعيب لبني قومه: إني أراكم بخير. يعني أن الإصلاح جهد تراكمي يبني فيه اللاحق على جهد السابق، ولكنه لا يقف، لأن الإصلاح حركة تجديدية إحيائية انبعاثية، ومن لم يتجدد يتبدد، ومن لم يتقدم يتقادم، ومن لم يتطور يتدهور. فتلك سنة الحياة، والماء الراكد يعسن. الدائرة الثالثة التي نحرص عليها، والحديث إشارات عجلة لضيق الزمان، أنه يقوم على منهج الوسطية والاعتدال، وهي كلمة ليست رجراجة ولا مطاطة، ليست وسطية داجنة ولا ماجنة ولا آجنة، إنما هي وسطية ترتبط بالأصل وتتصل بالعصر، وسطية تقدم الإسلام منهجاً هادياً للزمان والمكان والإنسان، موصولاً بالواقع، مشروحاً بلغة العصر، منفتحاً على الاجتهاد والتجديد، مستلهماً للماضي، معايشاً للحاضر، مستشرفاً للمستقبل، منتفعاً بكل قديم صالح، مرحباً بكل جديد نافع، عاملاً على تعزيز المشترك الديني والإنساني والحضاري، ملتمساً الحكمة من أي وعاء خرجت. الوسطية التي ننشدها هي ارتباط بالأصل، وهي اتصال بالعصر. وثالثاً، إن هذا الإصلاح الذي ننشده لأمتنا يقوم على الإصلاح الشامل، إصلاحاً بتعزيز مسيرة الحكم الراشد والعدل الاجتماعي واستعادة اللحمة لهذه الأمة، بعد أن أريد لها على قاعدة تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، إما على أساس عرقي، يقولون في السودان صراع بين عرب وزرقة، وفي شمال إفريقيا بين عرب وبربر، وفي الخليج بين عرب وفرس،
وفي العراق بين عرب وأكراد وتركمان. العروبة عندنا ليست دماً ولا جنساً، العروبة عندنا هي اللسان، من تكلم بها فهو عربي. من الذي خدم اللسان العربي لغةً وبياناً وصرفاً وبلاغةً ونحواً؟ إنه سيبويه عربه اللسان. من الذي خدم التفسير؟ إنه الزمخشري عربه اللسان. من الذي خدم الحديث؟ البخاري والترمذي عربهم اللسان. من الذي خدم الفقه؟ إنه أبو حنيفة عربه اللسان. إذن العروبة ليست لأب ولا لأحد ولا أم، إنما العربية هي اللسان، فمن تكلم بها فهو عربي. ننأى بأنفسنا من أن نكون معبراً أو جسراً لتجزئة المجزأ ولتقسيم المقسم، إما على أساس عرقي أو على أساس مذهبي طائفي أو على أساس ديني.